السلام عليكم حناناتي، والصلاة والسلام على رسول الله. كرحب بكم من جديد على قناتنا إبداعات نهى للنواعم، وكنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال يا رب. اليوم غتشوفوا معايا مكون واحد فقط اللي غادي يعمل على كثافة الشعر ومنع التساقط، وكذلك يعطي واحد اللون داكن للشعر وكيعالج كذلك الشيب. يعني واحد المكون كامل مكمل والكامل الله، واحد المكون زوين زوين بزاف. سبق وصنعته معكم على القناة، ولكن ضروري انني نوريه لكم لان كيجيوني بزاف ديال التساؤلات. بغينا شي حاجه اللي تقوي لنا الشعر، الشعر ديالنا غير كيطيح غير كذا غير كذا. هذا هو المكون، ها هو يا البنات، راني صنعته معكم على القناه وغادي نخليه لكم بصندوق الوصف، وكذلك باول تعليق مثبت، وكذلك بالمربعات الصغيره اللي غادي تلقاوها باخر هذا الفيديو. كملوا هذا الفيديو غتلقاو واحد المربع وضغطوا عليه. هذا هو زيت القطران او زيت القطران. زيت القطران وريتكم الطريقه باش غادي تصنعوه، صاوبته معاكم، وغنوريكم اليوم واحد الطريقه باش غادي تستعملوه للشعر ديالكم لانكم غادي تستعملوا هذا البخاخ. غادي تجيبوا يا البنات واحد البخاخ وغادي توضعوا فيه مغلي الزعتر. مغلي الزعتر سبق وريتكم الطريقه، غادي تاخذي واحد الملعقه كبيره من الزعتر اللي غادي يكون مغلي، يعني غادي توضعيه في الماء اللي غادي يكون عفوا مغلي، وغتخليه واحد شويه يغلى وتصفيه وتوضعيه هنا، وغادي توضعي عليه ملعقه كبيره من زيت القطران وترجيها مزيان بحال هكذا، يعني تحركيها ثم تبقاي ترشيها على الشعر ديالك، خصوصا خصوصا اللي غاسين يعني جذور الشعر، ركزي ليا عليهم وعملي هذه الطريقه مرتين في الاسبوع فقط فهي تكفي. وبعض الناس اللي كيقولوا راه القطران او القطران راه فيه التسمم، ما عرفت شنو، علاش ما تسمموا به الاباء ديالنا والاجداد ديالنا؟ فعلا اي حاجه عرفتوا، الخبز راه كيسبب التسمم، ممكن الخبز الا كثرتي منه انه يسبب لك السكر، يسبب لك الامساك، يسبب لك شحال من حاجه. لهذا اي حاجه كناخذوها باعتدال فما نخافوش منها ابدا ابدا. فهذه الطريقه راه زوينه بزاف، وغتغطي لكم كذلك الشيب الا بغيتوا انها تغطي لكم الشيب، فما عليكم الا انكم توضعوا واحد الملعقه كذلك ديال الحناء مع الزعتر. الا غادي تغليوها واحد الملعقه ديال الحناء، وتوضعوا ملعقه كبيره من زيت القطران. زيت عندكم تمشيو وتحطوا القطران مباشره، راه ما قلتش لكم انا القطران مباشره، والقطران فيه جوج ديال الانواع، ودوك جوج ديال الانواع هذا دابا انا اللي استعملته راه فيه المزور. فيه المزور هو طبعا كيكون هما كياخذوا داكشي ديال الزفت، الزفت حنا كنسميوه الزفت، داكشي باش كنصاوبوا الطرقان، هذا كسميتو كياخذوه كيعمروه في عبوات. طبعا ماشي هذاك، وانا راني في الاول مشيت وشريت، طبعا كان عندي انا هذا الزوين سبحان الله، الريحه ديالو واخا هي قاصحه ولكن زوينه، ومشيت عاوتاني وشريت واحد اخر في الاول عند واحد العطار، حيت انا كان عندي ديجا هذاك ما عقلتش الصراحه منين جاني، ومشيت في الاول قلت لي عطيني سميتو القطران، يحسب لي واش بحال هذاك اللي كان عندي انا، ومني جبتو يا البنات لقيتو داير بحال داير داكشي بحال العجينه، فلتحتو فيه الماء. هذاك ما تاخذوش، كيكون فواحد العبوات صغيورين، خذو سيروا عند شي عطار اللي موثوق وقولوا ليه عطينا القطران اللي كيكون الرقيق، داك القطران اللي كيكون رقيق هذاك باش غادي تخدمو، وشي حد ثقه لان غادي يعطيوكم داكشي ديال الزفت مخلط مع الماء وفيه واحد الريحه، انا بالله وبالشرع يعني واحد الريحه خايبه خايبه بزاف. فراني شرحت لكم طبعا ان نوع من القطره اللي غادي تشريو في الفيديو اللي غتلقاوه في صندوق الوصف، وكذلك باول تعليق مثبت. كنتمنى يا رب تكون هذه الوصفه نالت اعجابكم. الى عندكم اي غزالات ديالي، اي تساؤل او اي اقتراح كالعاده ما تردكم الى اناملكم، تكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات، وتبارطاجيو الفيديو باش الكل يستفيد معنا وتعم الفائده. ما تنساونيش بشي دعوه ديال الخير وترحموا لي على الوالده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.